في سؤال كنت عايز اساله لك اول ما اشوفك. اتفضل. دلوقتي وانت بتقلب في صورك وفيديوهاتك وحاجاتك بتقول لا المشوار كان ممكن يبقى احسن من كده بكتير. لا طبعا. صح؟ طبعا طبعا. يعني الواحد لو بالفكر ده او لو الفكر ده من هو مثلا صغير نتكلم كنا زعلانين يا جماعه الراجل ده كان هيكسر الدنيا. لا لا طبعا. لا في حاجات كتير في حياتي كنت ممكن تبقى احسن من كده بكتير، كنت ممكن اخد مواقف احسن من كده بكتير، كان اتخاذ القرار يعني في التوقيت برضو الواحد كان عنده 20 سنه وفجأة فاهم منور جدا وبرده كان برده يعني احنا يعني كنا زمان برده مش زي دلوقتي السوشيال ميديا مختلفه شويه يعني ان احنا نتعلم كنا جهله كنا جهله كنا مش متعلمين حقيقي. متعلمين كده ما كناش عارفين مثلا حقنا ايه علينا ايه لا كنا اجهل من دلوقتي احنا كنا بنروح نملي وروح مش عارفين عادي وتوف ايه كوره احنا بنتكلم كجهل كروي او انت تقدر تدير نفسك كرويا فاهم تتعامل مع نفسك ان انت كراجل مؤسسه كمؤسسه كمشروع بروجكت وانت المفروض انت دلوقتي تقدر تتعامل معاه ان هو ده مشروع بتاعك ولازم تتعامل لا احنا كناش بنتعامل معاه كده احنا كنا زي ما للاسف كنا لعيبه يعني كويسه طبعا سن صغير كناش برده يعني ما كناش راسم لنفسي مثلا ان انا هبطل مثلا لا انا كنت عامل حسابي بعرف العب كويس جدا فانا هقعد العب لغايه ما ازهق مش لكن ما اشتغلتش كمشروع ما اشتغلتش بقى على المشروع ده ان انا اكبره انا ليه سالت